السلام عليكم يا أخواني. أنا القائد الرئيس السوداني المشير عمر البشير. الناس بيسموني بشا. أنا أعظم دكتاتوري في تاريخ العالم. لأنه هو حس في خرطوم هنا هو قاعد بس في كرسي، هو قاعد يشوف نفسه برا. لكن أنا الخلاني، أنا عملت زي ده، أنا شني لف راسه ده يمشي كده ويمشي كده، عشان يعرف ذاته في أهلي هناك وفي غانجا هناك وفي سابدة هناك وفي سابدة هناك، عشان يعرف ذاته.